السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عايز اعمل dimension هقول له دي اي dimension او من annotate او من علامة الدايمنشن من فوق، ولا عندي مثلا اختيار لو هتعلم على الحيطة، فهل انت عايز الحيطة من center line من النص ولا من الفيس ولا من center of core؟ طيب وعايز تعمل ايه مثلا انت visual reference؟ يبقى هتاخد مثلا من اول الحيطة، مثلا من اول هنا لهنا هيجيب لك خط واحد للحيطة كلها. وبعد كده ممكن اقول لا ده انا عايز انتاير وول، وهنلاقي في هنا اوبشن. الاوبشن بيقول هل انت عايز تاخد معاك الاوبننج ولا لا، فبراحتك. ممكن اقول له عايز الاوبننج وعايزها من الويتس لو في باب او شباك، علم على الحيطه فهو اوتوماتيك هيبدا ياخدها لي بالشكل دوت. طيب ممكن نزود برضو معانا اختيار كمان اللي هي الحوائط الداخليه، ولو في جريد ونعلم على الحيطة. تعالى نعلم على الحيطة مثلا اللي فوق دي اي، نعلم على الحيطة ديت، هتلاقيه بدأ ياخد معاه الاوبشن. هناخد معانا الجريد، هتلاقيه بدأ ياخد معاه الجريد اهوت. كل جريد هيبدأ ان هو يعمل لي الدايمنشن بتاعي بالشكل دوت.